بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله آخر مثال هناخده في شابتر 6 slope stability في part 7 عن طريق الميثودز methods of slices وهناخد مثال عليه دلوقتي باستخدام السويدش methods مثال بيقول لي for the slope shown in the figure determine the safety factor against sliding on circular surface يعني انا عندي ميل بالشكل دوت وفيه سليب سيرفيس سيركلر سيرفيس ومديني ان الوزن ده على مسافه 5.2 والميل بتاعي 1 ل 1.75 والبيتا A ب 30 والبيتا بي ب 36 ومديني الخواص بتاعه السويل عباره عن سيلتي ساند السي بتاعتها ب 0.28 كيلو جرام على السنتيمتر سكوير بتاعتها ب 1.96 طن على المتر تكعيب والفاي بكام؟ ب 18 لاحظ ان الميل ده نفس الميل اللي احنا خدناه في المثال السابق على التربه الكلي لكن هنا تربه سيلتي كلي ليها سي وليها فاي ما ينفعش ان احنا نحلها بالطريقه السابقه لازم نحلها بطريقه الشرايح زي ما هنشوف دلوقتي فاحنا اول خطوه زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت هنبتدي نرسم الميل بتاعنا خط كده وبعدين نبتدي ناخد الميل عباره عن واحد خمسة و1 واروح واخد الميل بتاعي على ارتفاع كام ارتفاع عشرة متر سكيل مناسب يبقى رسمت الميل بتاعي الخطوه الثانيه ان انا اجيب البيتا A والبيتا B ادي البيتا A بتاعتي اللي هي بكام ب30 ومن الناحيه الثانيه برضه جبت البيتا B وجبت المركز لو ركزت هنا اقدر ارسم الدايرة بتاعتي يبقى انا وصلت ان انا قدرت ارسم الدايرة الخاصة بالمسألة من الدايرة ديت اهم حاجة لازم تعرف مين تقيس انت راسم بسكيل فتقدر تطلع الريديوس بتاعي وطلع 18 وكام 47 من 100 متر والثيتا بتاعتي اللي هي هنا ثيتا بكام طلع ب 101 درجة ا عشان نجيب السيتا ديت ليه بنجيبها عشان نطلع الطول بتاعي ده مش هيهمني في حاجه لكن يهمني الطول مين ال ارك اللي هو طول القوس اللي حصل فيه الانهيار الخطوه اللي بعد كده انا رسمت الميل بتاعي هبتدي اقسم شرايح عندي كام شريحه عندي شريحه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شريحه انت في الامتحان ممكن تقلل الشرايح شويه عشان الوقت بتاع الامتحان يكون كافي كل شريحه من ديت ابتدي احسب الايه المساحه بتاعتها احسب المساحه دي ازاي ده مثلث خلاص هنقول نص القاعده في الايه في الارتفاع مع ملاحظه ايه ان احنا ده افترض ان هو كورد او هنا يعتبر هايبوتينيوس للمثلث دوت وهنعتبره خط مستقيم ده عبارة عن تريد بيزيوم دوت عندي ده على اجيب الطول ده اللي المتوسطة يعني ده زائد ده على اتنين طول ده على الطول ده على اتنين في المسافة ديت اقدر اجيب المساحة ديت نفس الكلام اجيب المساحة التانية وهكذا اقدر أجيب, اجيب المساحة لاحظ الملحوظة اللي انا قلتها لك قبل كده ان احنا خدنا هنا حد من حدود الشريحة اهيت زي ما انت شايف ولاحظ حاجة تانية ان انت لو نزلت كده هتلاقي ان ده الشرايح دي كلها في حد هنا جاي من عند الخط مين؟ الواصل او العمودي من مركز الدايره، يعني الشرايح دي كلها لازم تحط القيم بتاعتها بالنيجاتيف. واضح؟ يبقى انا جبت الشرايح بتاعتي وجبت المساحات عشان ابتدي اجهز الجدول اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في البارت القادم. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.